نسخ التلاوة، خلاص مش هنجد الآية، لن نجد الآية في كتاب ربنا، لكن سيبقى الحكم. الله أكبر. هذا كلام مهم جدا حتى لا تضل الأمة، كما قال فاروقها الأواب الذي فرق الله به بين الحق والباطل. خلي بالك، روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. خلي بالك من كلام الفاروق بقى، هناك من ينكر بل ويهزأ بل ويسخر، قال عمر، والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت، قال عمر: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. اسمع الثلاث كلمات دول، يقول: فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها أي آية الرجم، وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والذي نفسي بيده، اسمع: لولا أني أخشى أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها بيدي، أي لكتبت آية الرجم بيدي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والذي نفسي بيده، يقسم عمر، والذي نفسي بيده لولا أني أخشى أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. أرجو أن يكون الكلام واضحا يا أمة القرآن ويا أمة التوحيد، ولا تلتفتوا لأولئك المهرجين ولأولئك المنازعين بالضلال والجهالة والغباوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أولئك الذين يطعنون في كتاب الله وفي حدود الله جل علاه. طبعا تحدثوا عن أنواع النسخ، قال لك ثلاثة أنواع. ما نسخت تلاوته وحكمه، كارثة هذه. كما قلت، هذه داهية ما لها من واهية. يعني القرآن نفسه مرسوما أو محفوظا في الصدور أو في السطور ارتفع بالكامل، ما حال، بس كان موجود وانتهى، والحكم تبعه كمان حكمه ضاع. في شيء أعجب منه، قالك لا، نسخت تلاوته وحكمه باق. كيف يا رجل؟ الحكم يعني افعل لا تفعل، حلال حرام إلى آخره، الحكم يحتاج دليلا، والدليل هو المتلو، وبتقول المتلو نسخ وراح ما عاد. كيف عرفت الحكم؟ شيء غريب يا أخي. والعلماء هم علماء وإحنا بشر، عنا عقول بصراحة، بدنا نفكر تفكيرا منطقيا، بدنا نفكر تفكيرا منطقيا. ما كملتش ابن حزم، ذكروني ابن حزم يعد، فقال له إيه؟ قال له الشيعة بيقولوا. فرمت عليه ابن حزم في هذا الموضوع غير صحيح، لكن ابن حزم ما قالش إيه؟ والسنة كمان بيقول، أو اليهودي يجهل بهذا، أنا مش الشيعة لحالهم وأنتم بتقولوا. هيو نسخ التلاوة، نسخ التلاوة تحريف معناها، آيات نزلت وراحت. يعني أقف بكم على بعض الأمثلة التي تثير الإنسان، تستفزه حقيقة، تسيء إلى كتاب الله. كيف لا تسيء المؤمنين بكتاب الله تبارك وتعالى؟ لكن إيش الجلالة، إيش المصيبة؟ إنها في البخاري ومسلم. ما دام في البخاري يعني في البخاري الكتاب لا تحرف، تقبل انتهاء ولا أقبل؟ إيه في البخاري يا رجل، البخاري كله على بعضه حديث أحد. جيب لي حديث متواتر قليل، خاصة اللفظي متواتر. لفظ ابن الصلاح قال حديث واحد، من كذب عليه عنه متعمد، بس حديث واحد، غيره كله أحاد أو متواتر معنويا، استهير أو استفيض أو استفاض معنويا. معظم الحديث على الإطلاق أحاد، أنت بحديث أحاد، وأحيانا ينفرد به راو واحد، تنسخ كتاب الله المتواتر. والقرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، عشان تقول لي هذا قرآن نزل ونسخ إيه وارتفع بحديث أحاد، معناها أنت أثبتت القرآنية بحديث الأحاد، وأثبتت ارتفاع الإيه؟ القرآن بحديث الأحاد، وهذا تخليط وتخبيط بصراحة، تخليط وتخبيط. كتاب الله لا يثبت أصلاً إلا بماذا؟ إلا بالتواتر. جيب لي أحاديث متواترة إنه هذه الآية نزلت، متواترة نصدقها، ما فيش عندنا أحاديث متواترة، كلها أحاديث الأحاد لا معنى لها عند التحقيق، فعلاً لا معنى لها.